أهلا وسهلا أصدقائي في قناة عبد الواحد لايت، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة تحويل صور إلى كارتون أو فيكتور آرت بطريقة احترافية وعلى الهاتف فقط. إذا كنت مهتم عزيزي المشاهد بهذا الفيديو لا تنسى دعمي باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، هذا يحفزنا على نشر المزيد. أترككم مع انترو القناة ونعود إلى الشرح مباشرة. مرحبا أصدقائي مرة أخرى في قناة عبد الواحد لايت. في عملية تحويل الصور إلى فيكتور آرت سوف نحتاج إلى 3 تطبيقات، سوف تجدون الروابط الخاصة بها مثبتة في أول تعليق إن شاء الله أو في صندوق الوصف تحت الفيديو. أول تطبيق سوف نستخدمه هو تطبيق Gradient، نقوم بالدخول إليه بهذا الشكل وننتظر حتى يتم فتح لنا التطبيق. سوف يظهر معكم التطبيق بهذا الشكل، نأتي إلى ثاني خيار هنا ثم نقوم بالبحث على خيار Comic Book Style، نقوم بالدخول إليه بهذا الشكل ثم نقوم بالضغط على هذا الخيار هنا في الأسفل ونقوم باختيار الصورة التي نريد تحويلها إلى فيكتور آرت، نقوم بتحديدها بهذا الشكل وننتظر حتى يتم تحويل الصورة إلى فيكتور آرت بالذكاء الاصطناعي. عندما ينتهي سوف يظهر إعلان، قم بتخطي الإعلان. وهذه هي النتيجة إخواني النهائية، لكن عندما تريد تصدير الصورة في الهاتف الخاص بك سوف يظهر شعار التطبيق، لكن نحن سوف نقوم بتخطي هذه المشكلة إن شاء الله. فقط قوموا بتطبيق نفس الخطوات التي سوف أقوم بها وإن شاء الله سوف تحصلون على نفس النتيجة. نقوم بالضغط على سيف حتى يتم حفظ الصورة في الهاتف الخاص بنا. والآن سوف ننتقل إلى ثاني تطبيق وهو البيكس آرت. بيكس آرت سوف نحتاجه في إزالة العلامة المائية الخاصة بالتطبيق، ننتظر حتى يتم فتح لنا واجهة بيكس آرت ثم نقوم بالضغط على علامة زائد هنا في الأسفل ثم All Photo ونقوم باختيار الصورة بهذا الشكل ثم نأتي إلى Tools هنا في الأسفل ونقوم باختيار خيار Remove، نقوم بتكبير الصورة بهذا الشكل بأصابعنا ونقوم بالتلوين فوق شعار التطبيق بهذا الشكل ونقوم بالضغط على خيار Remove باللون الأزرق وننتظر حتى يتم إزالة العلامة المائية. كما تلاحظون إخواني لقد تم إزالة العلامة المائية بسهولة جدا، نقوم بالضغط على حفظ هنا في الأعلى ثم هذا السهم هنا في الأعلى ونقوم بالضغط على سيف ثم سيف ونقوم بالخروج من التطبيق. الآن سوف نستخدم آخر تطبيق وهو الذي سوف يعطينا اللمسة النهائية، هو تطبيق فوتوروم، نقوم بالدخول إليه بهذا الشكل وننتظر حتى يتم فتح لنا التطبيق. لتذكير إخواني فهذه التطبيقات تشتغل بالإنترنت، يجب أن يكون لديك الإنترنت على الهاتف. نقوم بالضغط على Start from Photo ثم نقوم باختيار الصورة التي قمنا بإزالة منها العلامة المائية، نقوم بالضغط عليها بهذا الشكل وننتظر حتى يتم إزالة الخلفية الخاصة بالصورة. يمكنك استخدام الصورة هكذا ويمكنك أيضا إضافة عليه هذه اللمسة، ليس بالشرط أن تقوم بتطبيق نفس الخطوات. يعطيك هنا خيارات كثيرة، يمكنك استخراج الصورة PNG بدون خلفية ويمكنك إضافة عليها أشياء أخرى. نحن سوف نأتي إلى هذا الخيار الذي توجد فيه دائرة، نقوم بالضغط على أول خيار وهو خيار جيد، نقوم بالضغط عليه بهذا الشكل ثم ننتظر حتى يتم جلب لنا إعدادات الصورة. نقوم بتحديد الصورة بهذا الشكل ونقوم بسحبها وسط الدائرة حتى يظهر كل شيء بوضوح، نقوم بسحبها إلى الأعلى ثم نقوم بالنزول إلى الأسفل. سوف نجد هذا المعدل، هذا يتحكم في ستروك الخاص بالصورة، يمكنك تكبيره ثم يمكنك تصغيره. نحن لن نقوم بتكبيره إلى حد كبير، فقط لمسة صغيرة ثم نعود إلى الصورة ونقوم بالضغط على هذا السهم، سوف يتم حفظ الصورة بالهاتف الخاص بنا، لكن سوف تبقى العلامة المائية خاصة بالتطبيق. سوف نقوم بنفس الخطوة على تطبيق بيكس آرت مرة أخرى، نقوم بالضغط على سيف، نقوم بالدخول إلى تطبيق بيكس آرت مرة أخرى، هذه العلامة هنا ثم أول فوتو ونقوم باختيار الصورة بهذا الشكل ثم تولز ثم ريموف، نقوم بتكبير الصورة حتى يظهر كل شيء بوضوح. عذرا إخواني نعود من هذا السهم حتى يتم إزالة هذه النقطة الحمراء.
ثم نقوم بالتلوين فوق الكتابة بهذا الشكل. طريقة سهلة وبسيطة إخواني، ونقوم بالضغط على الريموف باللون الأزرق وننتظر. كما تلاحظون إخواني، لقد تم إزالة العلامة المائية بسهولة، ولقد قمنا بالحصول على نتيجة احترافية. قد يتم استغراق مدة كبيرة على الكمبيوتر إذا أردت إنشاء مثل هذه الصورة الاحترافية. فقط بمجرد ضغطة زر واحدة سوف تقوم بإنشاء صورة احترافية وغالية الثمن أخي العزيز. يمكنك بيع مثل هذه الصور لقنوات كبيرة على اليوتيوب. فقط قم بتطبيق نفس الخطوات وسوف تحصل على نفس النتيجة أخي العزيز. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. نقوم بحفظ الصورة بهذا الشكل، ثم هذا السهم، ثم سيف. وبهذه الطريقة لقد قمنا بإنشاء صورة مصغرة احترافية. إذا أعجبكم هذا الفيديو شاركوه مع أصدقائكم، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.